تتواصل جهود الإنقاذ من قبل فرق المسعفين من عدة دول لانتشال الأطفال الذين قضوا ساعات طويلة تحت الأنقاض قبل أن تتمكن من إنقاذهم. هناك مقاطع فيديو كثيرة مؤثرة للحظة إنقاذ الأطفال من تحت الركام. ففي ريف إدلب تم انتشال طفل نجا من الزلزال المدمر بأعجوبة في جنديرس بسوريا بعد بقائه أكثر من 65 ساعة تحت الأنقاض. ولحظة حمله ونقله وانتشاله الطفل بدأ سعيدا للغاية ويضحك مع المسعفين ويداعبهم في مشهد إنساني مثير، في حين سجل شاب آخر مقطع فيديو صعب للغاية من تحت الأنقاض وهو يتحدث عن ما حصل له مستنجدا ومطالبا بالمساعدة والإنقاذ. ولكن للأسف حدثت هزة ارتدادية أخرى أثناء التصوير وطلب المساعدة، ولا نعلم ما مصيره حتى الآن. نأمل أن يكون بخير وبسلام. طبعا هذا الفيديو ما بعرف اذا بدي اموت اضل عايش، ولكن كنتوا شايفين الحمد لله كل شيء. اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، اعرف اذا حموت اضل عايش. لكن زاد الفيديو نزل انا الحمد لله طلعت عايش. ما بعرف اوصف لكم الشعور الا واحد يعيشه. عشت الشعور انه يعني كنت تحت الانقاض انتوا شايفين حاليا هاي تحت الانقاض، والناس يعني اكثر من يمكن عيلتين ثلاثة اربع عيال نحن وعائلتي سمعني والجيران تبعتنا. الله يعين هزة ارضية حرفيا ما بعرف شو بدي اوصف لكم. رجعت عمهم شان الله طالعوني، يلا جيناك يا عمو. لحظات مؤثرة أخرى من إنقاذ طفل آخر في بلدة جنديرس في ريف عفرين الشمالي بحلب بعد الزلزال العنيف الذي ضرب المنطقة يوثق لحظة انتشال الطفل وإنقاذه. يلا خلي عزل يلا عزل شوي يلا عبدوز يلا وصل لعندك يلا يلا يا عم يلا دقيقة بس دقيقتين طول بالك نزل لك شاب يلا ليك ونزل لعندك اطلع يلا بس دقيقة تحمل دقيقة احسن لك يلا تعال عندي تعال حمودة تعال ساعدوا يا رب شويش يا رب لا با مالي يا رب حمودي يلا يا رب ما ادري هاي شيلوا اجري ادرك مجروحه بسيطه يلا 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 يا رب الحمد لله على السلامه تستمر فرق الإنقاذ المحلية في الشمال السوري بانتشال الضحايا من تحت الأنقاض التي خلفها الزلزال الأخير لليوم الرابع على التوالي وسط تلاحم شعبي ومؤسساتي كبير، ولكن حجم الكارثة يفوق القدرات ولا بد من تدخل دولي وإنساني لتجاوز الكارثة الكبيرة بكل المقاييس. أما التعليقات ردود الأفعال كانت كالتالي انتقينا نماذج منها سيظهر منها ما سيظهر على الشاشة. نبدأ من يوسف الرحيم أبو الطيب بصوت ممزوج بالبكاء يصرخ بدي أطلع.
يلبي متطوعون النداء ويخرجونه على قيد الحياة بعد 30 ساعة من وقوع الزلزال إنقاذ طفل من أنقاض منزل مدمر في مدينة سلقين غربي إدلب. هاشتاج الخوذ البيضاء، هاشتاج زلزال سوريا إدلب. أيضا مداخلة وتعليق آخر من الإعلامية حنان فضل: فرق الإنقاذ التركية تنجح في إنقاذ طفل رضيع يبلغ من العمر 20 يوما من تحت أنقاض الزلزال المميت بهاتاي، ولم يتبقى بيده إلا جزء من شعر والدته التي توفيت تحت الأنقاض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هناك أيضا تعليق آخر من أبو المجد: الطفل البطل هارون، طفل ساعدنا في إنقاذ نفسه عندما تحلى بالشجاعة وتمسك بالأمل بين أنقاض منزله المدمر في قرية جنديرس في ريف حلب الشمالي بسبب زلزال أنقذته فرقنا الليلة الماضية. هاشتاج الخوذ البيضاء. أيضا تعليق من أسطول الحرية: يا قلبي يا ربي لك الحمد، يا رب بشرنا بنجاة الباقيين، يا حي يا قيوم، واقبل من مات منهم شهيدا ومنعما بجناتك جنات النعيم، يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعليق من أبو تراب يقول: أسأل الله أن يوفقكم ويحفظكم ويستر عليكم ويشافي ويعافي كل مريض بردا وسلاما على إبراهيم وآل إبراهيم بحق محمد وآل محمد. الله يشافي كل مريض على هذه المصيبة.